لا حدا يحكي معي هلا فايت. السلام عليكم. اول شيء مبروك للفائزين ببرول ستار من قبل يومين. قلنالكم اذا استخدمتوا كود انس جوا اللعبه حتربحوا مفاجات كثير، فهدول هن الرابحين تبع الاسبوع الماضي. هلا كمان مره ثانيه رجعت لكم نفس المسابقه، كل اللي عليكم تعملوه انكم تروحوا على برول ستار. اول شيء بس خليني افهمكم، برول ستار يا جماعه هي لعبه فيكم تلعبوها مع الناس اللي تحبوهم، مع ناس غيركم، فيكم كمان تلعبوها لحالكم مثل اصاله، واكثر شيء انا بحبه انه فيك تعمل الماب تبعك وتعزم اصحابك يلعبوا معك. طبعا هذا غير البرول ستار باس اللي بتخليك تجمع نقود، قصدي اوكي روح سكينز. السلام عليك. البرول ستار باس لما تشتروا فيكم تعملوا دبل للجوائز للهدايا للياقوتات، طبعا فيكم تشتروا دايما تشتروا فيهم سكنات جداد وكل هدول الشغلات موجودين على برول ستار، ولكن الاجمل من هيك حتى تشتركوا بالمسابقه وتربحوا معنا للاسبوع الجاي، كل اللي عليكم تعملوه انكم تدخلوا وتحطوا الكود تبع انس بالمربع اللي انتم شايفينه، ولما تحطوه انزلوا لتحت قولوا لنا انكم انتم عملتوا هالشيء هذا وحطوا ايميلكم حتى نتواصل معكم. اوكي العيله بلشت جد. شكرا برول ستار، كون انتم دائما دائما جزء من عائلتنا، ولا تنسوا يا جماعه الرابط دائما بتلاقوه تحت بالدسكربشن. الرابحين اظن رابحين هالاسبوع يمكن ربحوا هواوي وايفون، ولكن في شغلات احلى كمان ان شاء الله الاسبوع الجاي. ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم يوم كثير حلو لانه اولا حنصور لكم روتيننا الصباحي مع ميلا ونوا، لانه بتعرفوا لانه اجى نوا بحياتنا تغير الروتين، سو فيكم تقولوا انه عم بسهل الليالي عم في الصباح صار شوي غير، وبالذات لانه ميلا صار عندها مدرسه. سو بصراحه هلا فقت يعني من شي 10 دقائق، لانه باين على وشك وتحت عيوني باين انه هلا لسه فايقه، لسه ما فتحت شيء، كل شيء مثل ما هو، يمكن بس ظبطت التخت شوي. فخليني افرجيكم كيف الصباح بيكون بالضبط خطوة خطوة لكم. ميلا بتكون هيك، بعرف ليه عم تقولوا لحالكم انه ليش ميلا هون. ميلا يا جماعة كل صباح او نص الليل بتبكي، فأنس بيجي وبيحطها هون بتخت نوع اساس هذا لنوع، ولكن ما نام فيه ولا مرة لحد هلا لانه لساته صغير. فأنس هو كل مرة بفيق ابكر منا كلنا لانه عنده editing، فبيروح الاوضة الثانية وبيعمل edit وبيجيب لي ميلا لهون، ومثل ما شايفين ميلا فايقة ورايقة. بعدين نوع نوع هون نوا بينام هون. اوكي بعرف ليه عم تقولوا لحالكم انه ليش نوا نايم هون. نوا كل يومين بلاقيه نايم بمحل. نوا قبل كان نايم هون، ولكن هاي صارت مثل ما شايفين فيكم تقولوا ساند الصوره بالتخت، بنفس الوقت مستخدمه هذا التخت لمنشفه كنت حطه فيه كل يوم، ولكن ما بعرف شو صار فجاه خرب التخت، فاتصلت على الشركه لحتى يجوا يبدلوه او يصلحوه. خليني افتح لكم الستاره، هذا اول شيء بعمله بالصبح بفتح الستاره، ما شاء الله كل يوم بفتحها المنظر يا جماعة ما بزهق منه. الحمد لله على كل شو بيقول، كل نعمة وكل حالا، ما بعرف شو بيقولوا. كل يوم بفتح هيك، كمان بحب افتح الباب لانه بصراحة الجو بجنن، في هيك هواء خفيف والشمس طالعة، انه مو شوب ولا برد. Hi Mimi, are you ready for school? شو؟ اوكي سو ميلا هلا عندها سكول ولازم تروح هلا شو الساعة؟ الساعة 9:17 دقيقة ولازم تكون بالسكول قبل العشرة، فيلا وير اولموست ليت، اوكي؟ ليتس جو. اوكي شفتوا حياتي يا جماعة؟ الجنة تحت اجرين الامهات، يا والله. نوا لأنه نايم بتركه هونيك، ولكن إذا هو مو نايم بالعادة كمان باخذه معي على الحمام بغير له. كم ليتس برش اور تيث. خليكم شو ميلا بتعمل. عارفة ميلا أنا بتجيب هالكرسي كل يوم الصباح وبتحطه هون مشان تفرشي. اوكي هيري وير ليت تو سكول. ياي. يلا. I like this one. I like. اوه هولد اون هولد اون، بتحطها هيك. واو. اوكي and I'll tie your hair too. I look like Elsa. والله ما بكون عم كذب، عم اقول لكم فعلا كل يوم الصبح هيك الخطوة. You are, you're more beautiful than Elsa. كل يوم بتقلي نفس الجملة كمان، يعني مو بس عم صور لكم كل خطوة خطوة ما هي، ولكن بالضبط هذا اللي بيصير. اوكي let's brush our teeth. مثل ما شايفين بلش معجون الأسنان يخلص، فكل صباح بضل عم حاول أغسله لحتى شيء يطلع. There you go, brush your teeth. Okay.
ولبين ما تفرشي اسنانك بروح بجيب لها ثيابها. اوكي انت ضلي هون انا رايح اجيب your school outfit. اوكي Let's get down. يلا get down. You can put the chair back. يلا رجعي الكرسي. Good job. كتبوا بس نشيك على نوا. كتبوا ما لساته نايم. لك بتنشف وشه هون. What are you doing? Wow. Okay, so ميلا هلا طلعت من الحمام وليكم من فاق. صباح الهيل نوا. لا 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 تبكي. صباح الهيل كركوري. هاي كركوري. Wait, come turn around. Oh, no, I want to be your person. Oh, I like your outfit. I want this makeup. This one is actually beautiful. Yeah. I'm gonna get up. Look, say hi, Anasala family. Hi, family. Aww. Mommy? Huh? Can I do my eyes? No, mama, no makeup. Inti lissa zghire. No makeup, okay? Mommy! Because you're too small. But I like my makeup. I know, but you're too small. But here, here, I got your ring. I get your ring. Thank you so much, honey. أوه، كيف هو؟ كي وطبعا كل صباح بتضيع لي ميلا الربطات الشعر فبروح بحوص بالبيت لحتى الاقي واحدة. مامي اوكي اوه شكرا شكرا. طبعا ميلا كمان بتجيب لحالة غراضة وجرباتها. كمان go get it. No, not this one, Mom. Okay. This one. وشايفين هالبشكير وين حينحط؟ بالتخت اللي صار منشفة أو منشرة. سامي في نوا. هاي نوا. صباح الهيل. كركوري. Let's put our socks, 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 socks. We have to go see Daddy and Noah. Oh no, it's late for school. Uh-oh, someone is here. Okay, let's go teach. مامي لانه ميلا هلا خلصتها ولبستها بتروح عند تيتي وتيتي بتعمل لها شيء تاكله وهلا لازم جوز. اوكي سو هلا لازم نجهز نوا. هاي سي صباح الهيل. صباح الهيل يا امي. تعال نغير لك لانه ريحتك بتقتل. ليش عم بتبكي؟ كل يوم هيك نص ساعة بعمل له كركوري كركوري لبين ما يستفرغ ويبكي. اوكي شو حنلبس اليوم؟ السوسو. ليكو ليكو كركوري. أنس كم هير. اوكي أنس شكله خلص اديتين. ليش؟ وين كنت لما أنا كنت عم حفظ وعم غير وعم رتب وعم فرشي؟ المفروض كانت تيجي لعندي تقولي لي إنك أنت عم تحفظي. طلع يا جماعة المفروض إنه هي أنا راح أعمل أدتك بسرعة، هي حتجهز كم شغلة وبتيجي لعندي. طنشتني مشان تقول لكم هالجملة. يب طنشتني مشان تقول لكم قد إيه أنا بضحي. يا حرام. أوكي الكاميرا مو عليكي أصلاً.
شو هالروتين اللي فايت بالحيط هذا؟ ست عم تعمل لها اكل وهم بالبيت وهذا كل يوم حياتي. مين رن الجرس؟ اللي اجى في تبع الفيران بيجوا عشان ينظفوا اذا في حيوانات او شغله روحه. في فار بالجراج هاري عم لاقوك انت. حلو. ايه شو يعني شو لقوا؟ فار هذا وين لقوا؟ هي بالجراج تروح تشوفي؟ قول والله خايفة اشوفك. قول والله والله العظيم. شو عرفوا؟ شو عم يعمل بجراج؟ انت بتعرفي كيف تمسحي الكاميرا ولا لا؟ ها؟ صباح الهيك. شو عم بس شو صاير؟ خلنا المدرسة. اوكي يلا. شفتوا انا ولا بجهز حالي الصبح لانه عم بركض بهدول. ما شاء الله. اول ما تفيق الصالة هيك انا بكون عم بعمل ادت. اناس يو هاف تو هيلب مي اليوم لانه عم تصور. ولا سمعت صوت ولا سمعت حسه ولا سمعت. وهذا انسان مو صادق. الله. اوكي واخيرا كله صار جاهز. دتياني امسك ايده. يلا كلنا هيك والله بننزل كل يوم. جماعة هون شايفين الوجه هلا صار اصالة بتعطي هلا وجه. شوفوا هذا الوجه. بتعرف انت يا حتصير مشكلة اليوم يا حيمشي اليوم على خير. شكله حيتصير مشكلة اليوم، صح ميمي؟ فرجيتيهم اوضتي؟ اه لا، اوكي سولي مو عارف احنا عملنا هاي الأوضة قلبناها لأوفيس لأنس. يا مثل محل أنا بيجي فيك اليوم صبح، هلا أنت عملتوا هون مقلب فيني. عملنا المقلب هون وأحلى شيء بهالأوضة إنه هاي البراد طلع شو عملت لي. كان بقلبه أشياء حلوة ولكن خلص بثلاث ساعات. خلص بأقل من ساعتين. هون يا جماعة هدول كنبايات متذكرين اللي تخانقنا عليهم أنا وأصالة؟ عمل ديزاين للاوضه. قليلا عملنا جوله. لما عملنا وين الجوله عملناها؟ على القناه الانجليش. فروحوا شوفوا. ما بعرف شو بصير بصالة على القناه الاجنبيه فجاه بتصير تنطوط وتزقزق وتعمل وتسوي. اظن لانه انت بترتاحي اكثر. يا بتحكي اكثر بتزقزق اكثر. ولكن عملنا الجوله هنيك لانه اول ما وصلنا من البيت صورناها فورا على السريع. رابط وين كمان بلاقوها؟ بتلاقوه تحت بالديسكربشن. يا في شغلات حلوه عم بتصير هنيك يا جماعه هيك خلف الكواليس تبع حياتنا وعلى السريع يعني ب 30 ثانيه ومترجمه. كل اللي عليكم تعملوا تنزلوا تحت في كبسه اسمها سي سي بتكسوها وبتقدروا بترجم الفيديو كلياته. تأخرت على المدرسة. شو صاير معك؟ يلا ليتس جو وير ليت. يعطيكم العافية. سو ما حد فجينا الفيران هون بتبلش الخناقة. اه كل صباح انت لك وين بتكون قاعدة؟ انت بتكون برا عم تشرب القهوة. اذا انا بلحق بروح بشربها معها. وانس هلا بيكون وقته ياخذ ميلا على السكول. يي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 
الدايت هذاك اليوم. طب والدايت والدايت يا بنتي لمين؟ انتي كانت انتي لحالها حتاكلهم؟ انا ما بحب هدول ما شاء الله عليك. كمان لرمضان مع انه رمضان قرب صراحه كثير متحمسه لرمضان هون لانه حيكون اول رمضان بهذا البيت وفي كثير اشياء هيك عم نجهزها لرمضان ومتحمسه لحتى نعملها. اوكي هلا اصاله بتعمل لحالها كاسه قهوه طلعوا لحالها وحده كاسه وحده هاي لك انا بشرب من هاي صدوا الخرط يا جماعه صدوا الخرط اللي عم يصير اه والله قولي والله لما طلعتيها طلعتيها لإلي لا لك ليش؟ لك ما بتستاهل ليش ما بتستاهل؟ شو عملت؟ لأنه كل يوم كنت ساويها وقلت لي شكرا بعدين تعودت أنت وبطلت اسمع الشكرا ف بطلتي تعمليها يسلموا إيديك تعملي لي هلا ولا لا؟ شو سمعتي بين المرأة أنا آسف والله يا جماعة أصول ما في مثلها أحسن امرأة تطبخ وبتشتغل وبتعمل وبتزبط وبتشتغل وبتدرس وبتساعد أهلها وبتساعدني وبتساعد كل اللي حواليا أنت امرأة مكافحة قلت لك أنت مزعج You're so annoying طلع صاروا ماما شو جايبين ضلينا أنا وأنتي ساعتين على الأمازون عم نحاول نقي خفاقة واو انكسرت اول وحدتين اشترينا بعدين وحده ثانيه هي ثالثه انا بس بيجيني ايميلات اصاله هاز اوردر ذا خفاقه واو طيبه طيبه تفضل شكرا انا بتعرفي اشكرك انت ولا اشكر الكاميرا انه خليتك تعملي هيك انا جهزت حالي لهلا طب انت ليش بتجهزي لك شو عندك انت اليوم شو عندك انت اليوم هذا هو اللي بيجي بلقط الفيران حلو اوكي يعني لو احنا مو لابسين اليوم كنا رحنا فيه نو بس احنا عارفين انه هو برا لانه الكاميرات قالت لنا انه هو برا انا ما عرفت كيف ما عرفتوا انا عم اقول لك انه الفار برا الان فكت بالجراج مو هون ما حوالين البيت كله بدور هو على الفيران تأميلة تاخرت على السكول او كم ساعه صارت حصير على الشكل انس ميلا تاخرت على فكره جدي كمان يدخل وقتها القانون بالمدارس هون بعد 10:30 ممنوع تفوت هاي ميمي باي باي مامي
I love you. إن شاء الله الجو خرافي. شو رأيك بجو كاليفورنيا؟ الجو بصراحة حلو. الناس مثل وجه لا عم تمزح. اللي هاي أنا سالا فاميلي. جماعة ما بعرف إذا يمكن بتصدقوا ولا ما بتصدقوا، ولكن كل شيء شفتوه اليوم هو فعلا اللي بيصير بالعادة. أنا يلا في أشياء صغيرة بتتغير. يعني بكون أحيانا أنا جاهزة لابسة بنزل أو بعمل قهوة لحالي، بس دايما بتعمل قهوة لحالي أنا. يا جماعة سو أنا هلا حأطلع ودي ميلا. إذا أنت جداد على هالقناة لا تنسوا تعملوا سبسكرايب عشان عائلتنا تكبر، وكمان تضيفونا على الانستغرام على سناب شات، حساباتنا دايما بتلاقوها تحت. استنوا يا جماعة لا تنسوا مسابقة برول ستار، الرابط بتلاقوه تحت. كل اللي عليكم تعملوا تحطوا كود أنس مثل اللي أنتم شايفينه على الشاشة، وبعدين تنزلوا لتحت تكتبوا إيميلكم حتى نقدر نتواصل معكم وتكتبوا إنكم أنتم عملتوا هالشيء هذا. مبروك سالفة للي ربحوا الأسبوع الماضي، وإن شاء الله الأسبوع الجاي رابحين أكثر، والشهر الجاي حيكون في مرتين كمان برول ستار بإذن الله. بس هلا صار فيني اقول مني ومني ومن نوا اللي جوا. على فكره يا جماعه نوا ان شاء الله حتتعرفوا عليه اكثر، نحن لسه ما بنعرفه، شخصيته مو واضحه، فما كثير انه تزعلوا او تضايقوا، لسه ما عم تتعرفوا عليه، لسه اصلا ميلا لما بلشت تطلع على الكاميرا كان عمره 7 شهور، لسه هو ما صار عمره 3 4 شهور. على العموم بنحبكم كثير، ومن نوا ومن ميمي هلا صار فينا نقول تصبحوا على خير. باي.